السلام عليكم ورحمة الله. هذا الجبل اللي أمامنا جبل عير، من هذه الجهة كان دخول الرسول عليه الصلاة والسلام، وأول مكان شاهدوا فيه الرسول صلى الله عليه وسلم عند هذا الجبل اللي هو فضالة بن عبيد رضي الله عنه، شاهد الركب النبوي. هذه الجبال تعرف بجرين صريحة، جميل، هذه هي جرين صريحة، وشاهدهم هنا سيدنا فضالة رضي الله عنه من بني جحجبة. بني جحجبة هم جهة العصبة، كانت هذه المنطقة كانوا يحتطبوا فيها، وشاهدهم. طبعا أول من شاهد دخول الركب النبوي للمدينة، طبعا قبل المدينة هذه، اللي هو سيدنا فضالة رضي الله عنه. طبعا الرواية أن أول من شاهد النبي عليه الصلاة والسلام حينما أتى إلى المدينة اللي هو اليهود اللي كان فوق الأطوم، اللي قال إن هذا جدكم، يا بني قيل إن هذا جدكم أو حظكم، أو في رواية معشر العرب، هذه كانت في قباء لما دخلوا على منطقة العصبة. أما في هذه المنطقة، هذا جبل عير وهذا جرين صريحة، اللي هو في نفس حديقة، خلاص طرف حديقة الملك فهد، احنا الآن في حديقة الملك فهد، واتجهوا بهذا الاتجاه، خلاص هناك اللي هو الخزان، بعد الخزان يجي مسجد قباء. فهذا هو أول مكان تم فيه مشاهدة النبي عليه الصلاة والسلام بالركب النبوي لدخوله المدينة، واللي شاهدهم سيدنا فضالة. وهذه طبعا الجبيلات الصغيرة، وهذا الجبل هو قرين صريحة، ونشوفه وتلاحظوا على طرف الحرة، هذه بازات الآن حجارة الحرة واضحة، الحجارة السوداء والله. طبعا وابن شبة يقول في وادي اللي هو الرانوناء يكون يمين عير، هذا جبل عير، حتى يمر إلى قرين صريحة اللي هو هذا، بعدين طبعا يدخل على منطقة العصبة ويمر من جهة غرب قباء وبني ديار بني عمرو بن عوف، وغرب كذلك بني سالم بن عوف، حتى يعني يصب في أبو جيدة أو اللي هو البطحان. طبعا الآن المجرى غير موجود، لكن هناك سد قديم لحفيد سيدنا عثمان بن عفان، إن شاء الله نضع صورته بإذن الله تعالى. نراكم على خير، سلام عليكم.